اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. ديكور أصلي بيت الديكور. تطبيق ديكورات جيبس بورد على الحائط يعطيك إحساساً رائعاً بجمال الغرفة، كما تعطي الغرفة بعداً آخر. وأثناء اختيار ديكور مناسب للمنزل عند تجديده، يتجه الكثيرين لتطبيق التصاميم الخاصة بالجيبس بورد للحوائط، وذلك بدلاً من تغيير الديكور بالكامل، حيث أنها تجدد شعورك بالجمال. ومميزات الجيبس بورد للجدران هي: عند تطبيق ديكورات جيبس بورد على الحائط تمكنك من عمل عازل الرطوبة عن الجدران، ومع ذلك فإنه لا يغير في بناء المنزل. ديكورات الجيبس بورد تتميز بأسعارها المناسبة مقارنة بما تضفيه على الحوائط من تأثيرات رائعة. لا تأخذ وقتاً طويلاً أو جهداً لتنفيذها، وتتميز بوزنها الخفيف مقارنة بحجمها. يقوم الجيبس بورد أيضاً بعمل عازل للحرارة، ويساهم في جعل درجات حرارة المنزل متوسطة صيفاً وشتاء. يعتبر الجيبس بورد للحائط إضافة مميزة لديكور منزلك. يعتبر الجيبس بورد من الخدع الديكورية الأنيقة المستخدمة في إخفاء الأسلاك والتوصيلات على الحوائط. يمكن فكه وتغييره أو صيانته بسهولة. وتتميز جبسيات الحوائط بأنها مادة سهلة التشكيل، ويمكن توظيفها بسهولة في عمل الحوائط. ومؤخراً أصبح استخدامها شائعة في مجال الديكورات، حيث تستخدم أشكال الجبس وتصميماته المميزة في عمل جدران المنزل وكذلك في المحال التجارية، ويمكن أيضاً استخدامها في بعض الأماكن العامة. وتتميز تصميمات ديكورات الجبس بألوانها المتعددة، بالإضافة إلى اللون الأبيض، والذي يعتبر لوناً أساسياً في الألوان المطبقة على ديكورات جيبس بورد على الحائط. وعند تطبيق ديكورات الجيبس بورد على الجدران، يجب الحرص على اختيار نوع الجيبس المناسب، حيث توجد منه أنواع رديئة قد تفسد شكل التصميم، كما أنه يكون من السهل تعرضه للتلف أو السقوط، وخاصة إذا كان غير معالج بشكل جيد. وحتى تكون النتائج مرضية، ينصح بعض خبراء الديكور أن تكون الطبقة المستخدمة من الجبس غير سميكة حتى لا تكون النقوشات الزائدة سبب بإفساد الشكل العام للديكور. ويتساءل البعض عن تطبيق الجبس بورد وعن أنواعه وألوانه وطرق تطبيقه في ديكورات حوائط المنزل، ويمكن الإجابة عن هذه التساؤلات كالتالي: لون ديكورات الجبس. يمكنك اختيار الألوان التي تناسب طبيعة المكان الذي سيتم تطبيق ديكور الجبس فيه، تبعاً لألوان الأثاث حوله، وكذلك تبعاً لمساحة المكان، حيث يفضل تطبيق ديكورات الجبس بورد في المساحات الواسعة عن المساحات الأقل. وأيضاً يجب أن يتناسب لون الجبس مع لون دهانات الحوائط المطبق عليها، ومن المعروف أن الجبس لونه أبيض، ولكن نتيجة اختلاف الأذواق أصبح له ألوان كثيرة لتناسب أذواق الجميع. وأيضاً أشكال تطبيق ديكورات جيبس بورد على الحائط، حيث يختلف شكل تصميم جيبس بورد الحائط تبعاً للهدف، حيث يطبقه البعض لمجرد التزيين وتجميل شكل الحائط، وقد يتم تطبيقه أيضاً بغرض الإضاءة ووضع اللمبات به. وعند استخدامه لوضع اللمبات، يجب أن يتم تصميمه بوجود فراغات مناسبة تحتوي مصدر الإضاءة، بحيث تختفي وحدات الإضاءة بالداخل، ويجب تصميم قوالب الإضاءة بطريقة مناسبة فلا تخفي جزء من الإنارة أو تظهر جزءاً من اللمبات. في حال كان الهدف من ديكورات الجيبس بورد هو إخفاء بعض العيوب أو الأسلاك والتوصيلات على الحوائط، يمكنك أن تختار الحجم المناسب الذي سيقوم بعملية الإخفاء مع إضفاء الشكل الجمالي المريح للنظر. تستخدم ديكورات الجيبس بورد أيضاً في عمل تصميمات للحوائط، فتكون بدايتها من سقف المكان وتمتد على الحائط، ويعتبر هذا التصميم من التصميمات البارزة لجيبس بورد الحوائط التي تظهرها بشكل راق وجذاب.
وفي النهاية نتمنى أن نكون قد قدمنا كل ما تحتاجون معرفته لتطبيق ديكورات جبس بورد على الحائط، وكيف يمكنك اختيار الجبس بالطريقة المناسبة، وأيضا ما الذي يميز الجبس بورد.